سعيد شاف اختبار على صفحته بالفيسبوك وشارك فيه هو وأصدقائه والبعض منهم كان مسرور بالنتيجة. الاختبار هو لتعرف إذا عندك وسواس قهري أو بالإنجليزي OCD. ولا تزعل مني يا سعيد، بس هالاختبار سخيف ومؤذي. للأسف البعض مفكر أن OCD شي بيتباهوا فيه. الموضوع يا سعيد كتير جدي، فاضطراب الوسواس القهري هو مرض نفسي بيسبب الألم والمعاناة للمصاب والمحيطين فيه. ومن أعراضه اندفاعات لا إرادية للمصاب، شعور دائم بالضيق والانزعاج، الخوف من الاتساخ وتجنب مصافحة الناس، الهوس بالترتيب وتنسيق الأغراض، وغيرها من الأمور اللي بتأثر على علاقة المصاب بالآخرين ودوره بالمجتمع. الدراسات بتشير أنه 2% من سكان العالم أو حوالي 150 مليون إنسان مصابين بالوسواس القهري، وما في أسباب واضحة للإصابة. الدراسات أشارت إلى العامل الوراثي والتغيرات البيئية وحتى تغيرات في الدماغ مثل نقص السيروتونين أو هرمون السعادة. العلاج بيكون على نوعين، إما نفسي سلوكي وإما ببعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، وأكيد ضروري المصاب يتحلى بالشجاعة بطلب العلاج. أما دورنا يا سعيد فبيكون بدعمه وتفهمه، وعساكم دوم بصحة وسعادة.